وقف معلق. انت خاين. لا هذا مضروب. خاين. مضروب. انت خاين. خاين. روح خي تعال روح. وبحبك وحشتيني. الله ما تغني. واو. هيدا المحبس انا اخترعته. هلا شوفوا شو شو قصته. بوم بوم بوم. اخبرونا. عفوا مخرج. مساء الخير. ضيفنا لليوم سوبر مهضوم وعفوي وصريح، قدر بفترة بسيطة يرسم الضحكة على الوجه. الاسم في إبداع ورمز هو النجوم. تيك توكر الكوميدي بديع ستار. أهلا وسهلا فيك برنامج بتحلى الجلسة. أهلا وسهلا فيك. نورتنا. الله ينور عليك يا رب. طب بديع ستار، الناس حابة تعرف عنك أكثر، مين أنت؟ أنا اسمي بديع ستار، عمري 23. بلشت بالسوشيال ميديا، دخلت بالسوشيال ميديا من باب ال سوري مو مشكلة. اوكي. بلشت بالسوشيال ميديا من باب المزح. بلشت في اليوتيوب، دخلت في اليوتيوب وسوي مقالب بخيي وبحدا واصدقائي وهيك. سوري بس فيني رد؟ سوري. اوكي. الو؟ هي انا بالتصوير انا. بس انا عندي تصوير اليوم، يعني انا انت بتعرف انا عندي تصوير، ما فيني ما اجي على التصوير. ايه؟ هي انا بالتصوير عم صور الحلقة. بالموقع باللوكيشن. وانت بتعرف انت بتعرف انا اللوكيشن. جاية؟ ليش عم تحكي هيك؟ سوري. في شيء؟ خطيب شوي هيك بيعصب يعني، وكثير عامل لي قلق هالفترة. طيب ان شاء الله انه سوري عن جد سوري كثير. نكفي؟ سوري عن جد سوري. اوكي يلا. هنتابع. اوكي، سؤالي لإلك بديع ستار، الناس حابة تعرف عنك مين أكثر؟ أنا اسمي بديع ستار، عمري 23. دخلت بالسوشيال ميديا من باب المزح باليوتيوب، سوي مقالب انا بخيي وباصدقائي وهيك. فبعدين دخلنا بالتيك توك، كمان بالتيك توك صورنا فيديو عم ضرب ترند. انا بلشنا بالتيك توك، بلشت لوحدي ومشيت بالتيك توك و... يعني يعتبر التيك توك هو كان اول مشوارك 100%. فبلشت بالتيك توك، يعني ما كان عندي هالعدد المتابعين وهيك، والناس حبت. بصراحة ما كنت محتار ادخل بمحتوى، يعني خبصت كتير، دخلت بكتير محتويات، ما في محتوى الا ما دخلت فيه. كله مشيت فيه. حلو. او يعني هلا ثبت على محتوى الكوميديا. محتوى الكوميديا حسيته هو الاكثر شيء اللي طابق لشخصيتي. هلا الله الله سوري. الله روق شوي، خلينا نحكي، خلينا نتفاهم شوي. روق لو سمحت. هلا عم تصور. بس دقيقة يا مخرج. لا بس دقيقة بس دقيقة. سوري عم تصور. كم مرة قلت لك ما تحط تليفونك سايلنت انا؟ بعرف يا ديما تصير. لا انت في ايه وتظهر. شوي عم تصور. عم تصور. شو عم تصور؟ شو عم تصور؟ انت مين انت اول شيء؟ مخرج تفضل بالاذن. يا عم بس اعطيني بس شوية وقت. طيب ارتاح استاذ. تفضل. يعني يعني مش معقول انه فايت على الحلقه. انا ما كان قصدي يصير كل هيدا. ما بصير هيك يعني. يا لارا مين الشاب؟ خطيبه. طيب ما بصير انه بحيط امي كتبت كتاب صار لي 3 ايام. فيكم ترمي شوي اعمل معروف. ما بصير هيك، نحن قاعدين وين يعني؟ بس شو اعطيني شوي وقت. عندي يعني انا صرت كثير محرجه منك، بس مش بايدي اللي صار كله. يا حبيبي يا حبيبي شو يا مخرج اطفي تليفونك. شو شو هذا؟ ما بصير يا حبيبي. يا مش 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 يا مخرج. شو هذا؟ يا حبيبي يا حبيبي ضعيفة ضعيفة يا اخي. يا حد يطلع يا خي، حد يطلع شيله من هون. استاذ اذا بدك تفضل. ما بصير. شو هذا؟ كيف تحملتيه؟ بس جيبوا لنا مي من المعروف.
احنا وين قاعدين طيب غلاوة؟ معك حق، أنا عن جد بعتذر منك كثير. كيف متحملتيه؟ هذا ما في شيء يعني؟ هو كثير معقد صراحة يعني. طيب ريلاكس اوكي روى ريلاكس اوكي لا لا ولا يهمك علي حدك كثير حدك هون حدك اوكي اوكي بين عليك بالكاميرا حدك هون اوكي بخر شو ايه صح بخر انا كره الاعتذار عن جد بس والله كل هذا ما كنت متوقعه انه يصير طيب ننتقل لسؤال جديد اوكي الو بتعرفي في بنتك بتعرفي في بنتك كرهت اسمع واحد من حد يشيلني من هون طيب شيلي حدا من بينك شوي بنكفي الحلقه اذا بتريد بتعرفي في بنتك بنكفي الحلقه يا استاذ انا وياسر عم بنجا وزير صار ثلاث ساعات يا رشاد تفضل حد يشيلني من هون يا اطلع من هون يا وقف الحلقه وقف هون من هون تليفون اوكي يلا بابا بابا ما خبرتيني طيب والله انا كنت عارفه والله عم بدك تزعل كثير منكم حدك هون اذا بتريد ما تجرسني هيك اذا بعد بيعمل انا خلص وقف الحلقه انا قدامك هلا انا في حديث علم تفضل استاذك ارتاح انا بعتذر كثير والله ما بعدين بعتذر يلا شفف اوكي ننتقل لسؤال جديد تفضل ترجع على الكاميرا اي 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 بالبيت طب خلينا نخلص بس انا الحلقه يعني نشوف يعني خلينا نخلص الحلقه روح خذ ابو دابك روح تفضل كيف متحملتي هذا كيف متحملتي يعني صراحه ما بعرف كيف ما بعرف ليش عم يتصرف معي هيك اليوم نعم في شيء يعني في شيء بعاله شو هذا ما يستفزك عيد 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 شو عيد شو عيد عيد شو اسمه عيد عيد شو اسمه اسمه عيد اسمه ما شاء الله ما تنمروا يلا عيد بارم نزع عيد ايه اوكي يلا نعم مخرج نعم مخرج مش لألك لألي انا مش لألك عفوا لألي اوكي رواء انت كمل خلينا نتابع نعم مخرج يا عمي حد يشيله من هون يا خلص روح في الحلقه تفضل يلا نكفي وهلا بدنا نتابع بسؤال جديد الابداع اللي عندك ممكن يكون تمثيل او هو فقط كوميديا خلي محبس بلايك عشان يعرف انت مرتبطه فيك شيء يا حبيبي انا بتريد ما فيك شيء طب هلا بدك يعني فيك شيء انت حبيبي حيفل الضيف طيب ما كفينا الحلقه عيب المخرج خلي طلعه عمال معروف عمال معروف تفضل خلي ارتاح اذا بتريد شوفي طلع 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 شوفي شو علي علي فيك علي فيك علي خلص كل شيء حيكون حسبي الله يعني انا صراحه ما انا طلع من الكاميرا يا اخي طلع من الكاميرا طول بالك مضروب هذا مضروب يعني؟ مش عارفة شو بدي احكي صراحة شو هاي؟ شو هاي؟ طيب انا حطيت بدنا نختم؟ بس ما كفينا بعد يلا 3 2 1 الابداع اللي عندك ممكن يكون تمثيل او فقط هو كوميديا كوميديا وان شاء الله مع الوقت رح يكون تمثيل حلو. واعمال اكبر وان شاء الله رح نفوت بشيء احبك والله
بس ان شاء الله مبيح هي امره امن هون يا خيي شو عم يصير معه هذا؟ شو عم يصير معه؟ طول بالك خطيبة بس مو والله أنا ما كنت متوقع يصير كل هيدا، أنا ما عرفته حتى جاية. كل مرة عم يخربها. خير طلعوا يا خيي من المكان كله. أنا كثير مصدومة فيه صراحة، ما أنا بالعادي يعمل هيك معي. أوكي أوكي حاضر. حسابها بالبيت هالواطي. طول بالك عن جد انا كثير بعتذر منك وبس كثير لك انا كبالك عم تتحملنا نحن كثير يعني مستين فيك اليوم بهالحلقه وانا بالاكتر خربنا كل شيء. بدك مي؟ عايز شيء؟ لا لا شكرا. لو متابع متابع يلا بنعيد رولينج على كاميرتك بليز. ننتقل لسؤال جديد. الإبداع اللي عندك ممكن يكون تمثيل أو هو فقط كوميدي؟ وقف معلق. أنت خاين. لا هذا مضروب. خاين. أنت خاين. خاين. هو خاين تعال روح. بلع وجهك. وقف معلق. بدك تعوض. بدك تعوض. شو بدك تعوض. شو بدك تعوض. شو يا خي. قوم يا خي. شو بدك يا زلمة. لحظة. كان ده كان ضرب. ضرب. نحن كثير بنحبك كده ضرب كان. صح 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 صح